فرزقك يا عبد الله سوف يأتيك، لكن لا تستعجل، لا تسرق، لا تأخذ رشوة، لا تحارب الناس في أرزاقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق وموزعها بحكمته البالغة، شيئان نحمد الله سبحانه وتعالى أنهما بيده لا بيد غيره، الآجال والأرزاق. لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لافترينا وتجبرنا. واعلم يا حبيبي أن الرزق ليس محصورا في المال فقط، وإنما الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فالصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، وحب الناس لك رزق. أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المشاكل والهموم هذا رزق. والأخلاق أرزاق، الناس فيها بين غني وفقير، والمال أدنى درجات الرزق، والصحة والعافية أعلى درجات الرزق. فرزقك يا عبد الله والله العظيم سوف يأتيك. جلس إبراهيم بن أدهم في يوم من الأيام يأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة وأخذت من أمامه قطعة لحم وجرت، فتبعها إبراهيم، ووقفت القطة أمام جحر مفتوح فرمت قطعة اللحم وجرت للمرة الثانية، وفجأة خرج ثعبان أعمى فقئت عيناه، خرج على رائحة اللحم، فأخذ قطعة اللحم ثم رجع إلى جحره مرة ثانية، فبكى إبراهيم بن أدهم وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. ومن أسباب سعة الرزق التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل هو اعتماد القلب على الله. فإياك يا عبد الله أن تعتمد على نفسك، إياك أن تقول أنا أفعل الذي علي والباقي على الله. المسألة ليست مناصفة بينك وبين الله، بل قل أنا أفعل الذي علي والأمر كله بيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وسئل حاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته. ويقول شيخ الإسلام كما جاء في جامع المسائل: قال: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. ومن أسباب سعة الرزق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار، وهو أن تقول: أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي. فإن استطعت أن تستغفر في اليوم 100 مرة أو 1000 مرة فافعل. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ونصيحتي لكم يا إخوة: اهتموا بالتجارة والعمل، فالتاجر الصادق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والإسلام العظيم حثنا على العمل والتجارة، والإسلام ليس ضد الغنى، لأن المال هو عصب الحياة، والغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. قال الشيخ الألباني قديما: أتمنى أن أكون ملياردير حتى أوسع على فقراء المسلمين. فالعمل مفتاح الأمل، وأطيب الكسب عمل اليد، واليد العليا خير من اليد السفلى، والتعفف
خير من التكفف، فالعمل أشرف 1000 مرة من ذل السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهتموا بالتجارة والعمل، فقد كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان داود عليه السلام حدادا، وكان زكريا عليه السلام نجارا، وموسى عليه السلام رعى الغنم استئجارا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. فالعمل شرف، والبطالة تلف، وسف التراب أهون من الوقوف على الأبواب.